دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 تك. العوافي من ديمقراطية. الليلة ليلة عيد الغطاس عند الطوائف الغربية وعيد الميلاد عند الطوائف الأرمنية، فميلاد مجيد ودايم دايم، ويلي رح يضل دايم دايم عنا بال2016 هو الفراغ والتوتر والشحن الطائفي والمذهبي والأزمة الاقتصادية والفساد وكل شيء عم نعاني منه من أكتر من 40 سنة. منقول العوافي للوزير أشرف ريفي. العوافي. اللواء جميل السيد رد اليوم عليك على تويتر وقال سألوه للسلطعون ليش بتمشي بالمقلوب، قال لهم الشاب الحلو شو ما عمل بيلبق له، فشو ردك؟ أنا سبق وسميته الطاووس. نعم هالطاووس مهستر لأني فضحت تهديداته للرئيس السنيورة، والطاووس لما يهستر بيصدر أصوات غريبة، بتعرف كيف هي؟ لا كيف؟ هيك بس. جميل السيد قال عنك الشاب الحلو، معقول عم يتهمك بالميوعة والدلع؟ إذا أنا حلو باتهام منه فهو اسمه جميل، هو كله جميل، الله خلقه جميل، ما هيك جيجي؟ شكرا للوزير أشرف ريفي، وهيدي عينة عن الخطاب السياسي اللي رح يضل دايم دايم بلبنان بسنة 2016. وهلأ منقول العوافي للرئيس نبيه بري. العوافي. عائلة النايب السابق حسن يعقوب عم بتلمح انه حضرتك لك اليد الطولة بتوقيفه على خلفية اختطاف هنيبال القذافي. انا؟ وانا لشو بدي وقف حسن يعقوب؟ يقال انه في قطبة مخفية بقضية الامام موسى الصدر، ويلي صار ممكن يكشف هالقطبة، وكرمال هيك حضرتك عم تضغط على حسن يعقوب لعدم كشف هالقضية. لا 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 شو هالحكي هذا؟ هيدي هلوسات. القضاء اللبناني هو تحرك لانه ما بيجوز خطف مواطن ليبي من الشام واستدراجه على لبنان وقمع حريته وتهديده. طيب ومعقولة تقمع حرية نايب سابق ان خطف بيه مع الامام الصدر بمجرد ما حاول يعرف من ابن القذافي معلومات عن بيه؟ مين قمع له حريته؟ يحو قاعد عنده ترويقة وغدا وعشا وتلفزيون مع اشتراك بالدش ودوش ما يسخني، بعدين بهالساعات والقريب اللي متلى الدنيا شو بده يظهر يعمل؟ مطرح ما هو احسن له شاب. شكرا للرئيس نبيه بري. والعوافي للنايب محمد رعد. العوافي. امبارح قلت لا مكان في لبنان لمن يعيش الافلاس في ملاذه الذي ياوي اليه الان. نعم هيدا كلام قلته بالامس. مين قصدت فيه؟ فكر معي قليلا. هو رئيس حكومه سابق اول حرف من اسمه هو سين. رئيس حكومة سابق واسمه بيبدأ بحرف السين، مفلس ولا مكان له في لبنان. نعم واحد طفران مثله، لشو بدنا نجيبه على لبنان؟ عرفته، أول حرف من اسمه سين. صحيح، إنه سيلفيو بيرلوسكوني رئيس حكومة إيطاليا السابق. أنا افتكرت سعد الحريري. لا لا أعوذ بالله أنا ما قصدته. طيب خلينا نشوف سعد الحريري من بعد ما سمع كلامك شو عم يعمل، ولكن من بعد الإعلان. منتابع ديمقراطية. لا مكان في لبنان لمن يعيش الإفلاس في ملاذه، هالكلام أطلقه النايب محمد رعد مبارح، واليوم تيار المستقبل عم بيناقش هالبيان حتى يقرر إذا في لزوم لإكمال الحوار مع حزب الله أو لا من بعد هالكلام. وبكرة بشوفكن.
ألو عمو فؤاد؟ أهلا شيخ سعد، شو رأيك لازم نعمل بالحوار مع حزب الله؟ منكمله أو منوقفه؟ كمل مشاوراتك واتصالاتك وعلى ذوقه منقرر. أوكي. ألو فتفات؟ شو قولك منعمل بالحوار مع حزب الله؟ منكمله أو منوقفه؟ أنا برأيي تكمل اتصالاتك ومشاوراتك وعلى ذوقه منقرر. أوكي. ألو نهاد؟ نعم دولة الرئيس. السنيورة وفطفط قالوا لي تكمل مشاوراتي واتصالاتي، وإساتي أنا عم أحكيك، فشو قولك لازم نساوي بالحوار مع حزب الله؟ كلام النائب محمد رعد البارحة مش مقبول، بس أنا برأيي تكمل مشاوراتك واتصالاتك. أوكي. ألو عموتي؟ تقبرني يا عموتي. مش عارف يا عموتي شو بدي ساوي بالحوار مع حزب الله، بكمله أو بوقفه؟ سألت السنيورة وفتفت والمشنوق وانت، وكلهم قالوا لي مشان كمل اتصالاتي ومشاوراتي. طيب فإذا كمل اتصالاتك ومشاوراتك يا عموتي. ألو عمو فؤاد، صرت متلفن لكل جماعة المستقبل وكلهم بيقولوا لي كمل اتصالاتك ومشاوراتك، ولهلا مش عارف قرر. يا شيخ سعد يا حبيبي، لشو تحكي جماعة المستقبل؟ من البداية اعمل لك تليفون على الرياض واسألهم بكمل حوار مع حزب الله او ما بكمل وخلاص. حدا بيمسك دينته هيك؟ دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك، دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك، دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك، دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك، دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك.